حب نعزي الشعب السوري برحيل الفنان كبير وكاتب مهم جدا فؤاد حميرة، اللي ارتقى اليوم صباحا بالإسكندرية بعد معاناة طويلة مع مرض الفشل الكلوي. يبدو أن حالته الصحية دهورت بالأسابيع الأخيرة بشكل استثنائي، وكان جسمه ما عاد يقدر يتحمل نتيجة ترافق مرض الفشل الكلوي، مرض السكري والأزمة القلبية التي أصابته، فيبدو أنه ما عاد قدر يتحمل نتيجة الضغط الكبير والحسرة على اللي عم يشوفه على بلده. أكيد فؤاد حميرة ما كان حيكون بهذا الموقف الصحي أو النفسي اللي عاش فيه لو كان عايش ببلد طبيعي، بلد بيحترم الإنسان وبلد بيحترم الإبداع المبدعي. لكن الظروف كلها عم تسحق المواطن السوري وين ما كان، وخصوصاً خصوصاً الشعراء والكتاب الحساسين والبشر الطبيعية اللي بتكون عندها حساسية مفرطة أكثر تجاه وطنه اللي عم يغيب وطنه. فؤاد حميرة كان بإمكانه يرجع على بلده من سنوات طويلة، يرجع لعائلته وطفله الموجودين بدمشق، لكن تمزق قلبه حقيقة بعد ما يشوف أولاده عم يكبروا وبعاد عنه 14 سنة صار له مشايف أولاده بعتقد على حسب معلوماتي. هاي الحالة النفسية أكيد دمرت له صحته، أكيد أثرت على مهنته وخلته سنوات طويلة ما عاد كتب سيناريوهات، وانتقل لكتاب الصحافة وعمل أنجز رواية مؤخرا بتمنى يعني أنه يعاد نشرة بشكل تفصيلي. لكن بالعموم لو يعلم السوريين من خسروا اليوم، خسروا فؤاد حميرة. فؤاد حميرة لم يكن فقط مسرحيا وسيناريست ودرامي وممثل، فؤاد حميرة بالأساس هو رجل وطني دفع حقيقة اهتمام باهظة نتيجة موقفه اللي بدأ فيه بمرحلة اعتقاله باعتقاله الجائر بفرع الهجرة والجوازات الذاتية. وأذكر حكى لي أنه بالتفصيل أن احنا في بناتنا صداقة طويلة، يعني حكى لي بالتفصيل عن كم الإهانات المقصودة اللي تعرض لها نتيجة اعتقاله ونتيجة نقله من الذاتية إلى دمشق بميكرو صغير. حكى لي تفاصيل بعتقد كتبها هو بالرواية تبعه. كانت حقيقة في إهانات متعمدة ومحاولة لإخراجهم من البلد، مثل ما أخرج الملايين من السوريين اللي فكروا بلحظة من اللحظات أنه يفكروا بهم بلدهم وهم وطنهم والهم الجمعي السوري. في هذا السياق يعني ما كانت أو كيف كانت طبيعة الأيام الأخيرة لحميرة؟ حقيقة يعني المتابع ل حياته لوسائل التواصل الاجتماعي تبعه بيلحظ انه في حاله نفسيه متدهوره كانت بالايام الاخيره تبعه. طبعا مثل ما انا ذكرت بدك تحط بعين الاعتبار حاله المرض والتعب النفسي والوحده اللي عاشها بالسنوات الاخيره، وهي كثير حاله حقيقه يعني الانسان الصحيح بتدمره، فما بالك بانسان عنده مجموعه من الامراض وعلى حساسيه عاليه بحياته. بعتقد انه هو ارتاح لأنه اليوم الصبح كان كاتبه بالسبع ساعات على الفيسبوك بوست مدمر نفسيا حقيقة. عم يقول فيه باختصار أنه يبدو أن الموت مريح يا جماعة. فيبدو فؤاد رحمه الله بأنه كان يستشعر ألم كبير في حياته، يستشعر ألم هائل في صراعه العبثي مثل صراع باقي السوريين مع هذا الواقع المرير. السوري منبوذ بكل مكان، السوري وطنه غير مقبول. فيبدو حياة السوريين صارت صعبة لدرجة أنه الموت بيصير مرحب فيه، وهذا اللي جرى مع صديقنا الراحل الأستاذ الكبير الفنان حقيقة فؤاد حميرة. وأنت أحد أصدقاء الراحل، هل من معلومات حول يعني تفاصيل الجنازة والدفن؟ حقيقة الوفاة حدثت من ساعات ولسه الترتيبات لم تنتهي. ربما يدفن في الإسكندرية، وربما عائلته عم تتواصل مع الإسكندرية، ربما أقول يتم نقله إلى اللاذقية التي أحبها والتي يتمنى أن يدفن في ترابها. ما حدا بيعرف لسه في شيء لأن الموضوع كله عائل حقيقة لعائلته. وما عندي أي علم إذا كان هو قد ترك وصية معينة، لكن الموضوع لسه بحاجة لساعات القادمة حتى نحسم
مرقده الأخير أستاذ فؤاد.